توصف بأنها شخصية معقدة وغامضة، الشيخة موسى سيدة قطر الأولى ومحركة الدسائس السياسية داخل أروقة الحكم. في عام 1964 أبعد أمير قطر الشيخ خليفة آل ثاني معارضه البارز ناصر المسند إلى خارج البلاد لتعيش أسرته فترة طويلة في مصر، حيث نشأت ابنته موسى. في عام 1977 وبعد وساطة عاد المسند إلى قطر، حيث التقت ابنته بنجل الشيخ خليفة. وفي العام نفسه تزوج حمد موسى. إنني ويعلم الله لم أسعى لهذا المنصب بهذه الطريقة حبا فيه. بعد عقدين من الزمن انقلب حمد على والده، واتهمت موسى بتحريضه انتقاما لأبيها. لم تكتف موسى فقط بتحريض حمد على الإطاحة بوالده، بل كانت تقف خلف عملية التطهير التي قام بها زوجها في صفوف العائلة لإفساح الطريق لأبنائها. ثبتت الشيخة موسى نفوذها داخل أروقة الحكم، حتى دفعت زوجها للتنازل عن السلطة لابنها تميم من بين 24 شخصا هم أبناء حمد من زوجاته الثلاث. إنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد الثاني. لم تنس موسى عداوتها مع رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، فقد أطاحت به مع وصول ابنها للحكم. لم تنس موسى أيضا مصر التي نشأت بها وكانت تحلم بمد نفوذها فيها، فدفعت زوجها للتحريض ودعم الفوضى في الدولة العربية الأكبر. الرغبة في الانتقام كان هذا هو الدافع الحقيقي للمكائد التي خططت لها الشيخة موسى، والتي ظلت محتفظة بلقب سيدة قطر الأولى حتى بعد خروج زوجها من السلطة.